السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية الجزائر العاصمة لنقف على زيارة تاع والي ولاية الجزائر العاصمة إلى القصر حسين داي، واللي يقع في حسين داي، قصر داي حسين اللي يعود إلى فترة الخلافة العثمانية، وإذن واللي يتم حاليا فيه عملية الترميم وإعادة إحياء هذا المعلم التاريخي اللي سوف يحول إلى متحف جهوي للتاريخ الجزائر، تاريخ مدينة الجزائر. إذن نخليكم تتابعوا فيديو حول هذا المعلم التاريخي والحضاري لقصر الداي واللي يقع ببلدية حسين داي. إذن والسلام عليكم. Oh.